مرحبا شهر الصيام، جئت خيرا جئت نورا، فاستحى منك الظلام. جئت خيرا جئت نورا، فاستحى منك الظلام. رمضان رمضان مرحبا شهر الصيام، أنت ما بين الشهور كطه بين الأنام. أنت ما بين الشهور كطه بين الأنام. أنت ما بين الشهور كطه بين الأنام. رمضان رمضان مرحبا شهر الصيام، ليلك بدر تجلى بذكر الله والقيام. ليلك بدر تجلى بذكر الله والقيام. رمضان رمضان مرحبا شهر الصيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعينا على اليوتيوب، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بألف ألف خير. رجع الحمد لله شهر رمضان، اللهم أعنا على صيامه وقيامه. رمضان له مظاهر رائعة جدا في مصر، ومن ضمنها فانوس رمضان. يا جماعة الفانوس ده من زمان جدا، يمكن من بداية الإسلام، يمكن قبل كده. في بداية الإسلام يا جماعة استخدم الفانوس علشان الناس تضيء بيه وهي رايحة للمساجد، أو هي رايحة بالليل تزور بعض الأصدقاء أو الأحباب أو الأقارب. وكلمة الفانوس دي كلمة إغريقية بتشير إلى أحدى وسائل الإضاءة اللي كانت موجودة عنده. أما أصل الفانوس، إحنا عارفين إن الفانوس اللي إحنا بنلعب بيه دلوقتي طلعت فكرته من مصر. طب جت إزاي الفكرة؟ يقال هي في كذا قصة، إن الخليفة الفاطمي كان يخرج إلى الشوارع ليلة الرؤية ليستطلع هلال شهر رمضان، وكان كل الأطفال المحبين للخليفة يذهبوا معه ويخرجوا معه ليضيئوا له الطريق. وكان كل طفل يحمل فانوسه، ويقوم الأطفال معا بغناء بعض الأغاني الجميلة تعبيرا عن سعادتهم باستقبال شهر رمضان. وطبعا أشهر أغنية عندنا في مصر وحوي وحوي أيوحة، وكمان وحوي أيوحة، رحت يا شعبان أيوحة، جيت يا رمضان أيوحة. وحنقول لكم أصل الأغنية دي كمان بس في فيديو آخر. في رواية أخرى لطيفة، الرواية دي بتقول إنه خلال العصر الفاطمي أيضا لم يكن يسمح للنساء بترك بيوتهن إلا في شهر رمضان فقط، وكان دائما ما يسبقهن غلام يحمل فانوسا لتنبيه الرجال بوجود سيدة ستمر في الطريق لكي يبتعدوا عن الطريق. بهذا الشكل كانت النساء بتستمتع بالخروج في نفس الوقت ما بيشوفهمش حد من الرجال. وبعد أن أصبح للسيدات حرية الخروج في أي وقت، ظل الناس متمسكين بتقليد الفانوس، حيث يحمل ويحمل الأطفال الفوانيس ويمشون في الشوارع ويغنون. وهذا الفانوس هو رمز خاص بشهر رمضان خاصة في مصر، وانتقل هذا التقليد من جيل لجيل لجيل، وما زلنا للآن نحب أن نحمل الفانوس. يعني سبحان الله، منذ أن كنت طفلة وأنا أعشق الفانوس وللآن، بس أنا بعشق الفانوس اللي هو شايفينه أبو إزاز ملون ده، ويبقى هو من الصفيح وفي إزاز ملون اتحط جواه شمع. ولغاية دلوقتي كل واحد فينا بيروح يشتري لأولاده فانوس، كل سنة فانوس جديد، وعمر أولادنا وهيبطلوا يشتروا فوانيس. فأول من عرف فانوس رمضان هم المصريين. وفي ناس بيقولوا ان ذلك كان يوم دخول المعز لدين الله الفاطمي مدينة القاهرة قادما من الغرب او من المغرب، وكان ذلك في يوم 5 رمضان عام 358 هجرية. وعلشان السكة تبقى منورة، خرج جميع المصريون في موكب كبير جدا، واشترك فيه رجال والنساء والاطفال على اطراف الصحراء الغربية من ناحية الجيزة للترحيب بالمعز الذي وصل ليلا. وطبعا عشان الدنيا ليل كانوا بيحملوا المشاعل والفوانيس الملونة والمزينة،
وذلك لإضاءة الطريق إليه. وبقيت تلك العادة لدينا في رمضان، وانتشرت ظاهرة الفانوس المصري للعالم العربي كله. وإلى اللقاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. أنت ما بين الشهور كطه بين الأنام، أنت ما بين الشهور كطه بين الأنام، أنت ما بين الشهور كطه بين الأنام. رمضان رمضان مرحبا شهر الصيام، ليلك بدر تجلى بذكر الله والقيام، ليلك بدر تجلى بذكر الله والقيام. رمضان رمضان مرحبا شهر الصيام، مرحبا شهر الصيام، جئت خيرا جئت نورا، فاستحى منك الظلام، جئت خيرا جئت نورا.